بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التواضع في الإسلام ولا لي المنتو كلمة ذين وحكو سنتهاي تواضع ذاتك أن لسكوينين ولو تواضع إسلامك وحقوك قبو فضلك كسو أروري أي كلمة ذيني أي كساب سنتهاي تواضع وصفة يتلمان ومؤمنين تتلمان مهو ذا كمدا يهوين كمؤمناتك رسول كان عليه الصلاة والسلام آدي آدي أمدي سأقول رجلي إني لازمان وحونا كبوري مؤمنين تا إني كرد إرادان وتكبرك وحل إرادو وصاحبك سمرك الدنباء وغارسيو وغارسينيو جرنجرد أغوها سيسانارتا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس وحكير يسوع رسول كيس الله الله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض رارع بويري جناحك قرب كاغا لمن اتبعك من المؤمنين المؤمنين تكسر رعضي قرب كاغا ورارعي وها اسكوينين وأتواضع. مركا الإمام القرطبي رحمه الله وحير ألن جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم ذاتك أديك كسر رعي سوغو آيادا سيف فسيرا يوحو يري قفكا دادكا كسورا أي مؤمنين تا وراري عقرب كاغا وتواضوا ها اسكوينين آيادك الإلهي قرآن كسوحو كيري تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك تالا سوشاغي والدار الآخرة دار تدنباء نجعلها وحيالنا للذين كوا لا يريدون أن دون علوا سرمرد في الأرض أرضا إي ولا فسادا والعاقبة عرفت صن للمتقين يا إسكاله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض. وحير إمام ابن كثير رحمه الله سوى آيات سيف سيريا إلهي سبحانه وتعالى دارتا آخرة ينعيم كذا أو دائم كا وحوية لي أدوم ذي المؤمنين أو متواضعين كوا سوء أندون سرمريد أرلض علوا في الأرض أي ترفعا على خلق الله إلهي خلقي يسوء أن لسك سرمرين ددك أو هذي جر أو سفوين كاسي له أي إلهي سبحانه وتعالى قتل قلي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كان عليه الصلاة والسلام نوحيري إن الله أوحى إلي أن تواضعوا إلهي سبحانه وتعالى وحوئي وحيوضي إن إسو التواضع ذان حتى لا يفخر أحد على أحد سيمركا قاركين قارك كلا وحاوي أن نسك كبرين وأن قردرن أن لا إيمان وأن أقردريسا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.